استحباب الدعاء للمريض هذا ماشي ما نظرة موضوعية هذا ما ليس في طرف ما نبقى يزمر دي سيون السينيا الخير أبريباري مانك المثاقي تسوي ثناك أسخن مش أسخن الكوراج السيني لهنا كان ماجي ديريكت انسى دينا ثاني هلاك فكان شوط الكوراج مش أسخن هنا شي تسوي هاش حالي سنغم بيجي موثان أسخن الله نو فينا خاطي في كاس السيرم في كاس السيرم أصدعوا دعائها مثلا دعاء أنس نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ميكش مصلى سيدنا اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انك انت الشافي شفاء لا يدع سقما يعني في كاس الدعاء دعاء طور ان شاء الله ان شاء الله يجعل ربي لهنا كي مطهر الذنوب يعفو ربي ان شاء الله ذنوبي يستغفر ربي ان شاء الله ذنوبي في كاس يعني الدعاء قد يا ربي شفاء هكا هذا هو والحديث يقول الاسلام يبويه الامام يصوت الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه ذاغ حديث أم العلاء فقيل الصحابية ستدينا الحديث ذاغ أبو داود ثنيك عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة نسيت لك يزور سيد الفي صلى الله عليه وسلم حكي ذا شو سينا ذا شو سينا إن ياس أبشري يا أم العلاء إصفرحت شوف كاس البشرة فرصة موضيت دي وغاد المثني وثطولارا بعد بعد الحديث كيف كمل تموت أشو سينا ثنياس ناس النبي صلى الله عليه وسلم فإن مرض المسلم ذي المناسبة في الناس ولكن يكون سلم المرة الناس إن سلم مريه لك مريه يظن يذهب الله به خطاياه سيدي رب هذا سيسمح ذنوفيس سيعفو ذنوفيس كما تذهب النار خبث الذهب والفضة حديث صحة لصوت الإمام أبو داود في غدين أموضين يحوج أول زيضان يحوج الدعاء يحوج وقيل المقصود